برغم من كره الفرنسيون للمماليك ومحاولة القضاء عليهم أكثر من مرة، إلا أن الحملة الفرنسية في مصر قامت بتطوير ما بدأه المماليك في مجال إيه؟ قدروا إزاي يستفادوا من المماليك؟ امشي معايا اختيار اختيار. هل في مجال إدارة، يعني في مجال الحكم، الحملة الفرنسية استفادت من المماليك؟ ما حصلش يا مستر. هل في مجال الزراعة الحملة الفرنسية استفادت من المماليك؟ ما حصلش يا مستر. هل في مجال الصناعة الحملة الفرنسية استفادت من المماليك؟ تعال نتفق مع بعض كده. احنا قلنا ان مينو قام باصلاح دار الصناعة، دار صناعة السفن او الترسانة التي كان قد انشأها مراد بيك في الجيزة، مراد بيك زعيم المماليك. يبقى ده معناه مستر ان الفرنسيين استفادوا من اعمال المماليك او بداية اعمال المماليك في مجال الصناعة. وهنا بنتكلم طبعا عن الصناعات البحرية.